مرحبا على بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ودلوقتي نبدأ زي ما احنا متعودين بأهم الأخبار التي حدثت بالأمس، ويمكن أبرزها الجولة اللي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفقد أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم. كمان الحكومة نشرت حصادها الأسبوعي في انفوجراف، بالإضافة لأخبار تانية هنعرفها بالتفصيل في سياق هذا العرض. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم، وشدد الرئيس أثناء الجولة على إقامة أنشطة استثمارية جديدة بتوفر فرص عمل لأكبر عدد من الشباب، بما في ذلك أعمال إقامة محاور وطرق إضافية وإنشاء حوائط داعمة للهضبة حفاظاً على أمن المواطنين. كمان امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 7 ولحد 13 يناير، وتضمن الاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وكمان الأنشطة اللي قام بيها. امبارح أكدت الحكومة إن الأخبار اللي انتشرت بخصوص إلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي القادم هي أخبار غير صحيحة، وما صدرش أي قرارات بخصوص الموضوع ده، وشددت على استمرار نظام سنوات الدراسة بدون أي تغيير سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية. امبارح معارض أهلاً رمضان استقبلت المواطنين في عدد من المحافظات لتوفير جميع السلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة. كمان هتستمر الحكومة في طرح السلع الغذائية في منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق. وفي إطار توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية في مواجهة أثار الأزمة العالمية، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعلن إطلاق أكبر مبادرة إطعام في مصر تحت عنوان خيرك سابق، بهدف تقديم الدعم الغذائي لخمسة مليون أسرة على مدار السنة. في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية في مواجهة آثار الأزمة العالمية، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطلاق أكبر مبادرة إطعام في مصر تحت عنوان خيرك سابق، بهدف تقديم الدعم الغذائي لنحو 5 ملايين أسرة على مدار العام. وأوضح التحالف أن المبادرة يتم إطلاقها ضمن أنشطة التحالف الرئيسية التي تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق الأمن الغذائي للأسر المستهدفة، وأن المبادرة تم التخطيط لها لتنطلق في التنفيذ عبر مستويات ثلاث، أولها توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع الأسرة المستفيدة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى 300 جنيه وحد أقصى 500 جنيه، وذلك من خلال منافذ متعددة منتشرة في أنحاء الجمهورية سوف يتم الإعلان عنها تباعاً. مستوى التنفيذ الثاني سيكون توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة في منازلها وفق قاعدة بيانات التحالف الوطني ومن خلال شبكة جمعيات قاعدية تتواصل بشكل مباشر مع التحالف ومؤسساته. كذلك يتم التوزيع من خلال فرق متطوعي كيانات التحالف المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ويشمل المستوى الثالث توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكافة محافظات الجمهورية. وأوضح التحالف أن إطلاق اسم خيرك سابق على المبادرة يأتي تأكيداً على إرساء مبادئ التكافل بين كل الشرائح المجتمعية المستفيدة، وأنه سوف يتم تعميم استمارة تقديم طلب إطعام شهري على الجمعيات القاعدية ليتم بمقتضاها وصول الدعم والمساعدات الغذائية الأنسب من كيانات التحالف إلى الأسرة المستفيدة في كافة محافظات الجمهورية. نروح دلوقتي مع حضراتكم لجولة أخبار المحافظات، لأن في حياة الأمر محافظات مصر شهدت أخبار وأحداث مهمة حصلت امبارح. كان أبرزها من شرم الشيخ وانطلاق فعاليات مهرجان سباق الهجن التنشيطي، ونروح للشرقية اللي حصل فيها فحص ل 22 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، وكمان رفع تراكمات مياه نوة الفيضة الكبرى من شوارع الأسكندرية، ده بالتأكيد بالإضافة لأخبار تانية هنتابعها في سياق هذا التقرير.
محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها انطلاق سباقات الهيجن في شرم الشيخ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وسبق الانطلاق حضور الهجان المشاركين من محافظات جنوب وشمال سيناء والإسماعيلية والشرقية والسويس والوادي الجديد بالإضافة لمحافظات الصعيد. الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية قال إن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بمحافظة الشرقية فحصت 22,166 طفل لحد دلوقتي في أقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها. نظمت محافظة بورسعيد جولة تفقدية ميدانية موسعة للوفود الأجنبية المصاحبة للمكتبة العائمة لوجوس هوب على هامش زيارة السفينة لميناء بورسعيد السياحي، واللي هتستمر لحد يوم 23 يناير الجاري، وبعدها هتغادر الميناء علشان تتجه لميناء العقبة في الأردن. اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أكد على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في كل القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مع تكثيف التواجد الميداني لكل القيادات التنفيذية على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوى الحالية والأمطار الغزيرة اللي بتتعرض لها المحافظة. ووضح إن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر للتعامل مع أي حالة طارئة. فرع المجلس القومي للمرأة في أسوان نظم 28 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية، واستهدفت جلسات الدوار توعية 1550 سيدة ورجل وشاب بقرى البصيلية بحري والرديسية بحري والكلح غرب والدمارية والنصراب بمركز إدفو، بالإضافة لقرى دابود وكلبشة وعنيبة وإبراهيم بمركز نصر النوبة وقرى المنشية الجديدة والكافور بمركز كومامبو. اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تابع أعمال لجان الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع اللي انطلقت يوم 19 نوفمبر اللي فات لتوفير التحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية في كل أرجاء المحافظة. وأفاد مدير مديرية الطب البيطري في المحافظة أنه تم تحصين 368,683 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام بنسبة تجاوزت 98%. اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جاله تقرير عن الأعمال اللي شهدتها قرى ومدن محافظة كفر الشيخ في قطاع الكهرباء عن الخدمات المقدمة للمواطنين لإحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض في مراكز ومدن المحافظة وتركيب 16,302 عمود و265 محول كهربائي. الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جالها تقرير من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية اللي تم إطلاقها في عزبة حماد في مركز كفر البطيخ التابع للمحافظة، وده ضمن الخطة اللي بيتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة دمياط ووزارة الصحة والسكان للوصول بالخدمات العلاجية لأهالي القرى في إطار مبادرة حياة كريمة.